بنروح إلى خبر الأسبوع اليوم، خبرنا من أخبار 24 على مساحة 35 مليون متر مربع، تدشين ضاحية الفرسان في شمال شرق الرياض. دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ضاحية الفرسان الواقعة على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض. قبل التعليق على هذا الخبر بنشوف هذا الفيديو للدكتور أحمد العرفج مع المهندس محمد البطي وهو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان. اليوم افتتح سمو أمير الرياض منطقة الرياض ضاحية الفرسان بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية. حقيقة كثير ناس سألوني عن الضواحي، مفهوم الضواحي، هذه المفردة التي صعدت على مستوى التداول في المجتمع السعودي. عشان نعرف يا جماعة مفهوم الضواحي، ذهبت إلى الصديق العزيز محمد البطي بن مهند، هذا الرئيس التنفيذي للوطني للإسكان. أبغى أسأله عن الضواحي. أبو مهند، الناس تسأل طال عمرك عن الضواحي، هذه المفردة الجميلة اللي صعدت. أول شيء، ما يفرق الحي عن الضاحية؟ طيب الله يسلمك سفيان، مبسوط أني أشوفك اليوم. أنا مبسوط. طبعا اليوم هي الفرق في فكرة التطوير العقاري، مفهوم التطوير العقاري بالكامل، أني ما أطور حي صغير أو منطقة صغيرة، أن نطور منطقة كبيرة جدا، بحيث أنه من بداية التخطيط والتطوير لهذه الضاحية أفكر كيف راح الناس تعيش في هذه الضاحية، وليس تبيعهم أرض فقط. أبدا ما أفكر اليوم بس كيف أقطع أراضي وبيع أراضي، لأن كذا بعد كذا راح يكون حتى البناء والتنفيذ في نوع من العشوائية، حتى ما في له يعني زي ما نقول مطور مسؤول يسمونه ماستر ديفلوبر، بحيث أنه يقول أنا بخطط المشروع هذا أو المنطقة هذه بحيث الناس تعيش فيها بشكل أفضل، فيها جودة حياة، فيها أنسن المدينة، فيها خدمات متكاملة، خدمات مترابطة، الخدمات حتى تكون ما هي مركزة في منطقة بعيدة منطقة ثانية، تكون وصول الناس لها بشكل سلس وسهل. يعني مثلا احنا نخطط انه نقول الاحتياجات اليومية للي ساكن لازم يوصل لها مشي على اقدام اليومية، مثلا سوبر ماركت، مسجد، حضانة. اذا في التخطيط من ضمن المعايير انه حركة المشاة لها من دقيقتين الى ثلاث، اذا تدخل هذه في التخطيط ان يقدر اوصل إلى الخدمات هذه في من دقيقتين إلى ثلاث. جميل. طيب الآن في المخططات القديمة نذكر إنه 50 في المخطط 30% قيمة يعني مساحة للخدمات تترك، هل الضواحي بنفس المفهوم؟ طبعا هذه واحدة من النقاط اللي إحنا نعمل عليها اليوم في الوطنية، كانوا نقود حتى فكرة التطوير العقاري. حسب الأنظمة إنه إذا عندك أرض حسب النظام إنه على الأقل 33% منها تكون اللي يسمونه مرافق عام وخدمات، طبعا هذه تشمل مثلا الشوارع، الحدائق، المرافق الحكوميه والارصفه وخلافها. في سابقا يعني كان كثير من المطورين يروح على النسبه الادنى اساسا يزيد عنده مساحه البيعيه في الاراضي وبالفكر هذا. اليوم احنا نقود فكر انه لا، احنا اليوم في ضواحينا مجتمعاتنا وصلنا احيانا الى اكثر من 50% مرافق وخدمات عامه، يعني كاني خسرت نظريا اكثر من 50% من الارض، لكن فعليا انا محافظ على الكثافه السكانيه، وهذا رقم واحد. انا اعطيك خدمات اكثر، والوحده السكنيه مختلفه الاحجام والتصاميم بحيث اني محافظ على الكثافه السكانيه نفسها، لكن اعطيتك جوده حياه اعلى، شوارع نوعا ما اكبر، ارصفه موجوده، حدائق موجوده، وصول لها كبير. طيب طال عمرك بالنسبه للاسعار، الناس الان يتساءلون هل فعلا تبدا الاسعار في بعض الضواحي في الرياض من 350؟ أو بعتوا؟ لا بعنا احنا قبل يومين، يعني في ناس اشترت في الرياض شيء 350 ألف وأقل، وعندنا في المدينة أو في المدن الثانية وصلنا إلى 300 ألف وأقل شوي. طبعا هي عبارة عن شقق مساحتها حدود 140 متر آسف، وهي الآن المتوسط في السوق، هذا المتوسط عندنا حتى أحجام أكبر. وإن شاء الله متجهين تكون الأسعار اللي احنا نقدمها، وطبعا هذه فيها دعم، هذه في نقطة مهمة، في دعم كبير من الدولة، وهذا الدعم الأسعار هذه المستفيدين من الدعم السكني. وأنا دائما أنصح أقول
كل الأسرة مستفيدة من الدعم السكني، فرصة كبيرة جدا لا تفوتهم، لأن أولا الضواحي والمجتمعات احنا نجزم إن شاء الله راح تكون من أفضل الأحياء أو المجتمعات أو ضواحي التطوير في المنطقة نفسها المحيطة، والوحدات السكنية أيضا من أفضلها، والنقطة الأهم أنها أقل تكلفة عليك بما لا يقل عن 20-25 إلى 30 أحيانا إلى 40% من المنطقة المحيطة. طيب الآن أنا سمعت أنه مخطط الخزام مثلا يشيل 250,000، هل هذا صحيح؟ صحيح، طبعا ضاحية خزام وضاحية الفرسان هذه ضاحيتين يعني احنا اليوم من أكبر ضاحية مدينة الرياض، مساحة ضاحية خزام 30 مليون متر، ومتوقع عدد سكانها إن شاء الله 250,000 نسمة، هذا فقط السكان خلاف طبعا المناطق المكتبية والتجارية هذا يوازي عدد سكان مد بعض المدن. طيب السؤال الأخير بشكل سريع، طال عمرك الآن الأسماء أنا شفت فيها جمالية، ضاحية مشرقية، خزام، الجوهرة، الفرسان، من اللي وراء الأسماء الجميلة دي؟ طبعا احنا يعني حقيقة نستلهم التسمية من توجيهات القيادة، يعني سمو ولي العهد لما خصت الأرض اللي في ضاحية خزام كان في توجيه أنه حتى تسمية المشروع من روح المكان، سواء من جغرافية من النباتات أو الجبل أو جغرافية المكان أو من تاريخ المكان وكذا، فهي بالنسبة لنا صارت خلينا نقول نموذج أو استراتيجية في تسمية أي مشروع، أن نبحث في أن روح المكان سواء من جغرافيا من تاريخها من المناطق المحيطة، بحيث أن يكون الاسم مناسب، وهذا اللي بالنسبة لنا خزام. والمدينة وش اللي سميته فيه؟ عندنا مشروع اسمه المكيمن اللي هو على الجبل، على جبل المكيمن أحد الجبال في المدينة المنورة، وذكر في بعض الحديث جبل المكيمن، فسمينا المشروع على جبل المكيمن. الله يحفظك يا مهند، شكرا، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. الله يحفظك. تفضل دكتور. شوف، أول شيء لازم نقول كلام بخصوص الدولة ونشكرها حقيقة، رجعت لكل الحوارات اللي سواها سمو ولي العهد، كان موضوع الإسكان هاجس بمعنى هاجس حقيقي، وإنه الحمد لله ما حققت وزارة الإسكان الآن في 4 سنين ما يعادل ما تحقق قبل 40 سنة. هذا ما يخص الأول، يعني إنه الحقيقة هاجس الدولة ليل نهار هو موضوع الإسكان، وهو موضوع يستحق، هذا أولا. ثانيا أشكر الصديق العزيز مهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان أبو مهند على أنه خصنا بهذا الحوار، وقال كلام ما قاله في أي مكان، شرح الضواحي. الآن إحنا مقبلين على الضواحي، الضواحي إحدى إفرازات رؤية 2030 الإسكانية. ما مفهوم الضاحي أبو يحيى؟ مفهوم الضاحي تقريبا 35 مليون متر مربع، تشيل 250,000، يعني ممكن تحط فيها العنيزة كلهم أو أهل الرس أو أهل سكاكا رفح سكاكا أو أهل مثلا من المدن أينبع اللي فيها 250 مليون وهم فوق تحطهم 250,000. أي عندك الفرسان وخزام، هذه قلنا لك تشيل أبعد مشوار فيها مشي ربع ساعة، فهي تقليل السيارات. اثنين، سألت أبو مهند قلت وش فكرتكم الأساسية؟ قال فكرتنا هو بناء نمط سكني جديد يحقق شيئين، الأنسنة وجودة الحياة. قلت له بيض الله وجهك، الآن الأمور واضحة. بدينا يا طويل العمر الآن نسأل، بديت أتدرج أنا معه، تقليل حركة السيارات، تشيع على المشي، أسعار معقولة تبدأ بالضواحي ب 350,000 وصاعد. قلت له إيش فرق بينكم بين المخططات اللي أول؟ قال سؤال ذكي، قال المخطط يا أحمد يطلع 30% مرافق مساجد وحدائق وذا، قال حنا نصل إلى 50% مرافق. قلت له طيب المخطط كذا؟ قال لا، المخطط يبيع قطعة، حنا نعطيك نمط حياة ونمط معيشة ونمط جودة حياة، 3 أشياء. قال المخطط صعب، المخطط يبيع كرض ولا يدري عنك ولا همه أصلا أنت إيش. قال لا، حنا كل المخطط الضاحية كلها 35 مليون نعرف كل شبر وين راح فيها كم تبع. يقول أطول مشوار للبقالة من بيت أبو يحيى يكون 2 دقيقة مشي الكل المخطط. نجي يا طويل العمر للمرافق، قلنا الضاحية يسكنها حوالي 250,000، يعني معلن ضاحية الفرسان. أيضا سألت عن التسمية، عجبتني أسامي الفرسان، خزام، المكيمن. قال لي أحمد نستلهم من رؤية سمو ولي العهد أنه دائما الأسماء تكون مرتبطة بالمكان. المكيمن هذا في المدينة مجتمع، المجتمع أقل من الضاحية، عندك ضاحية على شيء بعدين مجتمع. قال هذا جبل معروف في غرب المدينة عرفه ورد فيه أحاديث فسميناه المكيمن، الخزامة نسبة إلى الخزامة اللي هو الأرض.
لما تلاحظ موضوع جهود الإسكان واضحة، الوطنية جادة، غطينا قبل كذا تذكر في جدة وغط عندهم في المدينة عندهم. فالآن عشان لا الناس كثير، والله أنا كنت في جلسة سألوني إيش معنى الضاحية، فأنا اضطريت أكلم أبو مهند المهندس البطي عشان أخذ منه إذا مفهوم الضاحية هو ليس حي، هو أكبر من حي. هو يقول حتى تخفيف الزحمة على الرياض، فمثلا أهل ضاحية الفرسان لن يحتاجون الرياض إلا في أضيق الحالات. جميل جدا، كل التحية للمهندس محمد البطي وكل التوفيق لجهودهم إن شاء الله، وتلاقي النجاح اللي يرجوه وخططوا له ويسعون إلى تنفيذه بإذن الله تعالى. بنروح إلى فاصل أول في حلقتنا، وبعد الفاصل بنلقاكم في مزايين الكتب وبرواز، خليكم قريبين.